عبد الله بن عباس halkan waxaan ka galeynaa tadi lahu lisaanun sa'ulun wa qalbun aqul umar ibn al-khattab innahu ninka anu fatal kuhul wa nin shaabahu garmadowa lahu lisaanun sa'ul wuxuu leeyahay carab yani su'aalid badan cilmiga waay fasaluu ahla dhikri in kuntum laa taclamuun baa ilaahay yidhi oo yacni wuu su'aal badan yahay cilmiga aad buu u su'aashaa wa qalbun caquul qalbi wuxuu leeyahay iyo xaafido iyo daakiro aad yacni wax u qabanaysana waa leeyahay hada saxaabiyu aljaliil hada midkana saxaabiyu ee saxaabiga aljaliilu ee weyn ملك المجد شرفت بملكيه من أظرافه أي شرفت أيوم ملكيه أو أوكلان صدي من أظرافه مجدقات يعني لما أنتي صرنوا فما فاته منه شيء وحكتك أي مجر وحوناك أي أمانه وكتكتي بمجر نكاس فقد اجتمع له وحا أوكل مينك مجد الصحبة صحابي نمدي إيو لكلن كي نبغى للكل ما عليه الصلاة والسلام أيوها لي ولو تأخر ميلاده يعني دلشدي سهدي دبدع له قليلا لما شرف موسى شرفه بين بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي محمد صحبتي سكمون شرفه بين لكن يعني وقت نبغى أيو دشي صحبة النبغى أيو ننكا كلن صدي وكل باني وي معي الأصحاب تقول هذا يا ريب وكم هذا هاي سدحيت ونجرب وأمرك النبي يقول لمن يسير ما يمد ومجد القرابة وهذا نقدر صدي سحاب إني ماذا هي صحبة شرفت إذا وحوسي وهل سو قدر صدي مجد القرابة فهو أسو ابن عم النبي الله النبي إلهي أذيرك ويلك سوى صلوات الله وسلامه عليه وأجلك عباس بن عبد المطلب هذا له النبي إلما ذرب يا هاي عبد الله بن عبد المطلب يا عباس بن عبد المطلب هكذا لك ومجد العلم وهذا نقدر سدي علم شرفتي سي يا مانتي سي فهو أصب حبر أم سوي وبحر علمها علم أمدان بدي سوي الذاخر وآتك يعني أوينه هاي أمدان يعني بدي دي أويني حق علمك وابد يا عبد الله بن عبد ومجد تقاب وقدر صدي هدنا يعني تقن وذي يتقوى شرفت هذه أمان تهدنا وقدر صدي فقد كان وحوها سواما بالنهار قواما بالليل مالك كنا وسوى من أنجري نكا هبين كنا واتاقنا أنجري مستغفرا بالأسحار بوها أرورتنا يعني إلهي بودافد ورسنجري وقوي الوطل مامي بوها وبالأسحار هم يستغفرون بكى أنبوها مد أوهن بدل من خشية الله إلهي عبسدي سأيو لأوه يجري حتى خدد الدمع يعني اللي انت إلهي على ميسو خديه لبدي سردفور لبدي سردفور إلهي على مقدر أي اللي انت أوياشو يعني من أوهن بدل إلهي عبسدي سأيو أيوها إنه عبد الله بن عباس نينك على شيء يا عبد الله بن عباس وي رباني أمة محمد صلى الله عليه وسلم أي محمد أمة ديسة رباني جيدوي رباني وحليل العالم العارف بالله نينك أقوانت لهدنا إلهي يقانو علمي سكوع عمل فليا ليدا وأعلمها بكتاب الله أمة دار محمد يدا كان أبو أقوان بنوي إلهي كتاب كيسا أبو أقوان بنوها وأفقهها أبوها بتأويله قرآن كتفسير كيسا يتأويل كيسا ننك أبويا قانوها وأقدرها ننك أبوكر يعني أبوكرت بضنبوها على النفود إلى أقواره وأقدرها نين آد أكرأ أوذ أيها على النفود إنه قلب ويكتب إلى أقواره قرآن يعني تأويل كيسا يتفسير كيسا يمعاندي سمال كذا إنه قلب ومعاني القرآن بؤاد ودحجل جريو دي أقوم دير بؤولها هي وإدراكي مرامه يعني قرآن كأي تفسير كيعني مراد كي سينو هلالو هي وأسراره أسرارتي سينو هلالو نين أوذ أيوها
ويعني أيد معاند إيكاها اللي يسأوتا يكسو دردي يعني انت تأويله كجرته أيو آت أقرن يكوح الدرابو. ولد ابن عباس والله قبل الهجرة بثلاث سنوات هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وكسو هجره مكة مدينة وهجره صدح تنكهربو يعني أيو دسي وصدح تحجر أيو نبي سو هجره. ولما توفي الرسول الرسول كمركي الله أفسده صلوات الله وسلامه على نبيه دمني كان له حاسبنا هذه 13 سنة فقط صدق يتبن جربوا أمرك النبي دمني مراهقه ولي أنقى جاربوا وصدق يتبن سنجر. ومع ذلك أتقو دادي سسلا أويرتاه فقد حفظه وحفظه للمسلمين المسلمين وحفظه عن نبيهم نبي قد وحفظه 1,660 حديثا كن يلحب قل يلحدا حديث بوحفدي أثبتها البخاري ومسلم في صحيحيهما أحاديث تاسو ولي بكن يلحدا بقل يلحدا كحديثه مسلم يبخاري أي وريان وصحيحين كذا يكون وريان إنك دادي سسلا أجري إن تاسو حديثها أي نبي كقبس. ولما وضعت أمه هو يدي مركي أي دجسه حملته ويقعدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أي يقعدي فحنكه بريقه نبي أي تحنيك أسميه أو يعني وأي بريقه عن دوتيس مباركة هاي أي نبي تحنيك أسميه تحنيك أنا وحل إذا المها مرك أورش وحى صنع قف ونارسن وصالح وخير وددك ميسا جو وددك خير كبدن أو كمدا إلا يفعل الحبيب وحكلا أنه أنا لدسيب وحنا عام بان لو جينا يا سيدة تمرت وكلا لقاضي أنا دونت أفور ديا مركي وحال الرواء المها إنه النقض وح علوش يسجل وح القول كيسامر وعلوش يسجل وح أبوه الرأي وح معان وقفك أهل خير وهو صالحة عن دفتي سنة الله سعطه سيء المها سوح ونكسن النقض آه. تفاؤلك إيا بركضه هل كاسي كب الله وطاوه وحيالا وحاجر دور رواء المها مركو نشاهدين لقصة يعني لقد جينا يقول إلهي كدق وقف خير بنوه مرك أهر رئيس أهر تقول رشا تحني قاسا الله سمينه قف صالحه ولا سنبا إنسي اللوك عن نفتيسة يعني وحا معانو ددمياء يا أفك الله وردي مرحبا مرك الله بعضنا نكتمي لغا نوال اللوك أدمياء تنبيحان والله أقبل مرك صدحا تدببري مرك يكسوه ونكت مالك تدوان المها والله أقل الله ياوه الدويل يا إلما الناس بالوج ورعية هذا جبرت هاي الناس بالوج ورعية والقلب الله سمينا يا سنة ويوم السابع من ولادتي إن والغش الله قد جتاتها سنة هذا يسور توبي وإذن إلى أمك دم بيسو سنة نمد ولجد ويسكس عنا إلا إلبو وكق عن جاري أدي والدك أو الله جربا ده أودي كرتوا ده أنت أودي وإذا وسكب بالوقنا أصدق الله جربا هذا ونفتي سينو كعقيقه هذا بالوقوا أدي هو كار تمرك مركز أيضا إهل يعني الله وقل لي وحافي عن هدنا وآد ونفسن إن مقع ونفسن المها الله بحي مقع أيضا المها لقاها اللي يمها مقع في عمب الله بحي وأثمانه ونفسن كمن وحاسد حيثو إلو قدر يا هدنا ما لنكا صدوات بوحا لقا حيرا يتمها يحده وكل شيء لقا حيرا مركز كفد الله صار وزن كذا يعني شلمات يوحل مدى كفدك الله صار وزن كذا أو يعني شلمات أنا والله قصة بقيني والله قصة بقيني مر الله مركو تمييز بالله علمه وحكا لقرتانا تدو جربة علمه وحكوكا لقرتانا سيدا أبداً وغالبك سنو تمييزك واتدوسنا لإدادة كهر هدو وحكو فهمنا وقتك ومبالغو بالله إياه لكن سيدا أبداً علماء حليه سنو تمييزك وحا أبداً تدو جربة وموقفك وحكوكا لقرتانا أما ما هي أتاك قرشدي سأم بالله فيرنا يا دعد الرواه لك هدو شنجريا هدو الحجريا متى دون بها هذا أتاك قرشدي سأل فيرنا يا وحيله العلماء وحلو قرن كرا إذا أكل وحده وشرب وحده واستنجا وحده مركات نك وانو حق قرن أي هدي وحا عن لي هذا أوعن وعب لي هذا أوعب وأرض مسكوش عاد لي هذا انتو قلو كسو بحو وأقف وحق قرن أي مركات فعلو شيء كرو يعني مركات والله تعليمني مركاتا خيرك إيا طاعدي إيا وناجبا إلمها الله بريا ثلاثة بها الله بريا صومك بها الله بريا عباداتك بها الله وشيكين وها حرام تحت أولو شيك وها حرام وي وها مبنان بها الله دي إلموه وقرنا يا وقتها معايا لإلموه وقتها إيا دا وحي وكبر بارا أمي ولقب سنة من شب على شيء شاب عليه بالليلة
ninkii wax ku barbaar wixii uu ku barbaaro ugu hadhow ku ciroobaya marka hadhow lagama karaayo badeecad waxa ay la qabsatay unbay hadhow qaadanaysaa ilmahaas marka xaqi waalidnimada uu kugu lahaa waad gudatay tarbiyadiisii iyo xaqi uu kugu lahaa baad gudatay ama haddaad un ka fikirto maxaa la siiyaa un ilmaha bas waxa uu kugu leeyahay waajibko keliyaba haddaad moodaysa inay unbiil keliya tahay ruu cunaa unbaan ka fikira waxaan aabba mooiyo ilaahay aqoonin baa isugayo orod unbuu isku taabanayaa markaasoo xalaal iyo xaaraam buu soo ururinaya ya marka waxuun ku riduun waxaanu wax kaleba kama fikirin markaasu hadhow markuu 15 sano gaaray oo baaluqay baa le warmaatu kati suu intaa intuu yaraa oo mumayid gahay oo dhan ba xagga u leexa weligii lama dhig wax balaayo iyo dhaqan gaala iyo wax jinnibu indhaha ku kala qaada waa hadhow markaasuo 15 ama 3 buu kaayeli adan iga taamuli anigma tukan karin taasi ma adigare halkaa buu sii ordaya marka ilmuhu intuu yar yahay baa la rabaa inaa tarbiyaysa way marka taxliigu waa sunno taxliigu sunno weeye in ilmaha lagu sameeyo inkastoo yani ilmaha magaalada ku dhalanaya xoogaa taxniigooda uu yar dhib badan yahay oo ilmihii isbitaal unbuuba ku dhashay oo laba beri ninku meesha ku jiray baa laga soo saaray qolaaba meesha ku haysato maxaad ku aadaantaa maxaad ku adin yacni maxaad u taxniigsataa waka qolaaba kaala wareegto meel ku leh laakiin adigu un haddaad dadaasho waa laga yaabaa inay kuu suurta gashay iska dadaal iska dadaal marxaban فكان وحو هذا عبد الله عباس اول ما دخل جوفه وعلوشيسه وحقله وحا اوغو هريه وحا اوغو هريه وحو اها ريق النبي المبارك الظاهر نبي مبارك اها اي طاهر كايه وناكسنا عن دوفتي سايا اوغو هريسه وحلوشيسه غلو ودخلت معه معيسه وحا غشاي يا عن دوفتا النبي مر الله مركي علوشيسه غشاي بو اسلا مركي با وحاي او نوقتي علوشيسه غشاي التقوى والحكمه taqwo iyo xigmo unbaaba meesha ka abuurtay maxaa yeelay ilmo wanaag lagu dhalay buu lagu dhalay buu ahaa wanaagna lagu bilaabay buu ahaa lagu ankariyo wax balilqaaya booli alla afta allah saarin waman yuuta alxikmata faqad uutiya khayran kaiira wamaa yadakaru ila ulu lalbaab yu'ti alxikmata man yashaaba ilaahi ilaahay ninkuu doono ayuu xikmadda siinaya waman yuuta alxikmata xikmadda ninkii la siiyo faqad uutiya khayran kaiira wax weyn baa la siiyey ya wax weyn baa la siiyey waxa kaloo dhanba macno ma leh xikmadda iyo yacni fahamka diiniga ah waxa la siiyey waxa ugu khayr badan waa waxaas wey wamaa in xullad can ilgulaami alhaashimiyi tamaa'imuhu wadakhala sina tamyiiz xataa laazama rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam mulaazamata alcayni liuqtiha wamaa in xullad lagama furin can ilgulaami wiilkii lagama furin alhaashimiyi loo nisbeeyey ree banu haashim buu ahaa ninka haashimiga ahaa tamaa'imuhu lama furin xirtiyihiisa lagama furin caruurtu markay yari yihiin xirti baa loo xidhaa iyo makaraan baa loo gooyaa soo maa marka markuu haddee xoogaha iska kuusto weynaadana waa laga furayaa xirtiyaha marka xirtigiisii lama furin khalam xataa laazama rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam mar alla markuu wax kala gartee mumayid noqdaybo nabiga ayuu laazimay dood miyay kala tegayaan halkaa unbay ku yaalaan soo maa saasoo kale unbuu nabiga u laazimay calayhi salaatu wasalaam fakaana wuxuu ahaaday cabdullahi ibnu cabaas yuciddu lahu nabiga mid u diyaariya maaa wuduu'ii biyaha oo nabigu ku weysaysanaya idaa hama nabigu wayusallii khalfahu gadaashiisuu ku tukanaya idaa waqafa lisalaa mar alla markuu nabigu salaad galana asna waa soo kacaya xataa habeenkii markuu nabigu salaatileel usoo tooso canugaa yarkaasna waa soo toosaya markaasuu garab istaagaya uu garab istaagaya nabigu la tukanaya habeenkii o dhan wayakuunu radiifahu wayakuunu wuxuu ahaanaya radiifahu nabigu u fangalayaa gaadiidka uu saaran yahay buu gadaal ka fuulayaa oo kooraha ayuu gadaal kaga fadhiisanayaa radiifka kaasaa la yidhahda idaa cadama calaa safari mar alla markuu nabigu safar doonana waa kaa gadaal buu yacni daabadiisa ka fuulayaa nabiga kama harayo uu raacayaa laakiin nabigu calayhi salaatu wasalaam ayuu isagoo maalin ufangasha nabigu uu la hadlayaa gulaam ucallimuka kelimaat ixfad illaaha yaxfadka ixfad illaaha tajidhu tujaahaka faidaa sa'alta fas'al illaha waida istacanta fastacin billah fii xadiidkii aad garanaysaane saxiixa uu nabigu calayhi salaatu wasalaam uu barayay uu tacliiminayay cabdullahi ibn cabaas isagoo gadaashiisa saarana la saaran yacni daabadiisi wa xataa qadaa lahu ilaa uu noqdayoo kadillihii harkiisii oo kale nabiga wuxuu u noqday ninkaas kadillihii nabiga harkiisii oo kale hooskiisii oo kale u noqday yasiiru macahu uu la soconayaa nabiga annaasaara
حيث صار مال على ما شو أصعد به الراعي ويدور ولو راجي في فلكه يدور النعباس وراجي في فلكه نبي فلكي سكو راجي كيف ما دار مال على ما شو نبي هو راجي ولو راجي وهو أثق في كل ذلك يحمله حكوح بارسية بين جنبيه لبدي سبنا قلبا واعيا قلب آد يعني أحد دبلا يعني وحن بارسية عبد الله بن عباس يوذينا فهمه سافيا أو سافي أول وحافظة بولية حافظة يعني يفهم بولية دونها أيضا سقد إهاني سكل آلات السجيل آلاتها وحلو السجلاء يعني وحلو الضوضة التي عرفها العصر الحديث عصر جينا أقرم يوم وحو حقوق بشبضان وانو قرانين وآلدا وحلو الضوضو عجلدا وي عجلدا يعني قلبك سوا كدو بضناوي وحو اوم مغلو مرنا بك بفكر عجلدا فضو وحا كدو بتو ساهم بي وضو منانيسا إن لها اللي يمبو يعني ساهم بي ولقيت اسكاهاني قلبك أسحابت النوع عاسي هاي سيدا يوصي كالدرنائيين وحان دوحة سورو بكر كتابك انتو ساو فيري اول كا انتو كسوا بالله يعني مركي رجي أسحابتي وقت قدمي كتبت الله قري أيزي يعني ذا كذا ذي حافظ أنت على إجمالها يوم حدث عن نفسي نفسي سوح كشك يا عبد الله بن عباس قال وحير هم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه رسول في الله بوعه مي بالوضوء ويسو ذات مرة يعني مرك كملة فما أسرع ما حاكدك دك بناور أنا عددت له إلى ندياري الماء مر على مركو نلو مسقش جلاي وعينو ويسيسو دون يبو مر إلى مركي بيه بانسو دياري مركو كسو بحجوه يبو وحوي من نبقى أيو بيه إن دوي ألان فصر بما صنعت وحي أن سميه النبي آد بغب فرحة إمونة بنت الحارث أم الفضل وأسجن بشي بنت الحارث هل يرتي ميمونة بنت الحارث من النبي أقل ويل يربوها مركا غاركون حتى وسكلا سيحنجري برو ولو لا سيحنجري مركا خبر يرتيس با يعني أتوجع الله يدو مر على مركو النبي يعني يعني قال الله حاجة أذبه وحيلا أرب يعني أقعد ويسد النبي أقعد مركا شو مركو النبي عليه السلام صلى الله عليه أي اللي يا إنسو دياري عبد الله بن عباس ما فوسو دياري مركا شو النبي قد عليه عليه السلام إله الدين تفهمتي أيوة ولما هم بصلاة النبي وصلاة مركو همي أشار إليه وهي إشارة أنا قف بإذائي دين عيق سوء استاك لنا عيد سوء إستاد أيون من فوقفت خلفه لنا عيد ثمان إستادين جلاش إستاد إستاد فلما انتهت صلاة صلاة مركة دماتي ما لا علي من هو يوصل لحده وقال وحيري ما منعك محافودي لأن تكون بإذائي يا عبد الله إسور جرب إستاد بانكوري والله لا وقف مركة تكل إيان قفك كل إمامون كل جلال إستاد ما هي إمامك جرب إستاد وصلاة ما مركة وحال بري آلامتي يعني اللي سوء حرنا هي صلاة ما كدنا عيد سوء إسلام فكما نبي المحاق وقعي فقلت وحاني ربوهن أنت أجل رسولك إلهي وأدوه وأدوه أنت في عيني إسيدة وأعز من أن أوازيك يا رسول الله إن أنك قرب إستاغون أذيك تقابله يعني وهذه قلوة أنت كما قرب إستاغك رجلات هذا الإستاغي فرفع يديه إلى السماء ويلك يركع بالفير تعظيمك يسوء قرن احترامك النبي عليه السلام يعني مركا النبي قعنوه بكر وقال رفع يديه الى السماء وقال وحير اللهم آتي الحكمة إله وحكمة سينك حكمة إله سينك وقد استجاب الله إلهي وأقبل دعوة النبي عليه السلام نبي جيس دعادي في إلهي وأقبل فآت الغلام يعني ميك يرى شاب يرى إلهي موسي الهاشمية من الحكمة حكمة حق يرى إلهي سيه فآت به وقفع النغلي أسادين الحكماء حكم الله أكابرته وويريته يكفى يكون غريب ولا ريب شك ما له وحل ياب لما في أنك أدوه تود إنا الدعشة أن تقف إنا كيستاتو على صورة من صور حكمة عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس حبر الأمة بها ثم أمدا عالم كيري وترجمان القرآن ولا نجري ثم مركب ما دام من الحكمة بننوها حكمين كيس عجيب كلاه متكمدة إنا بيسته آد برجع شايبان أملي فإليك هدوا قالوا هذا الموقف موقف كان ففيه بعض باقصوا مما تريد حكموين كعبد الله بن عباس الدولين فإن أبدا يوسطه قيب كم مدها كيه ليساي موقف كان بالقاضوا دقيسو لما اعتزل بعض أصحاب علي لما اعتزل مركي ديرابين ويتقين ويبعض أصحاب يعني علي آية
علي بن أبي طالب أصحابتي سي قار كمدا وهو خذلوه أي هوجيان وفي نزاعه نزاعي سي ضد كل جري مع معاوية رضي الله عنهما يا سيد علي يا معاوية من أبي سفيان مركز إذكار ماذين وخلافة الله يسكو قبسي أصحابتي الله بقى يبوت بين الوقت مركز حوضاء بقال أبعي يا حوضاء أصحابتي يعني ضد ما يكون ماذين ناشي وفي لجوجيه دقالك وحا مركا قلبي معاوية وحي عصدين مصاحبتي بيكورو قادين وحي عصدين يعني تحكيم إنا مصمين ويعني معاوية فقو نن وصوكي شو علي بن أبي طالب نن وصوكي سامير المؤمنين سلعالي نن وكش مركا عرين تيبو أقلال تحكيم تيبو أقلال سي يعني المسلمين تديكو اللوبة بادية أيو أقلال مركا سلعالي marka mar alla marto taxkiinki ogalaaday firqa idil oo mu'tazila la ilaaha bananka ku dhacay waxa yidhaahdeen ali waa u dhamaatay qalaad waa xaqiiq uu ka tagay khawarijdu qala khawarij la ilaaha halka u dheeraaday waa fogaaday marka niman aad u farabadan way ahaayeen oo 24 kun bay ahaayeen xufaadahu quraanka yaqaan oo markay quraanka akhriyeen aad la yaabay sidoo waxa ka yareey ma sheefadiy marka أرنت أمرك يا دعابي عبد الله بن عباس واقع دول قلت له أسوك أكاشا لما اعتزل أمرك يتقيم ويفقادين بوري ويدير هذا بعض أصحاب علي وخذلوه في نزائه أي قرب كي تكب حين وجيا مع معاوية رضي الله عنهما قال عبد الله بن عباس وحي لعلي بوحي رضي الله عنه إذن يا أمير المؤمنين أن آتي القوم قوم كاسنا أن أكلمهم الله هذا بل قلنا أن أتقي ياوك يعني كخلافي وهل كاتقي إن سوقا عيال كده يا ونتقي يا إيه إذن فقال وحي رسل علي إني أتخوف عليك منهم وأن كاقع عبسنا يا إسكبا فإني كدلا من كيابا يا فقال وحي عبد الله بن عباس كلا هاي قفك مدري إمد الليان إن شاء الله إلهي ذو دونه إمد الليان إفتحوا ثم دخل عليهم وأقل عبد الله بن عباس فلم يرى موسى أرى قوما قوم قد أشد كبرا اجتهادا قلت كاجتهاد بلن منهم في العبادة قلت كجدد البلن عبادة ما أوسم أرقوا فلم يرى قوما قد ولقيت أشد كبرا اجتهادا منهم في العبادة ذلك عبادة دلالية قرآن كي أقرنيان حقيا لك سوق راعي يعني دريان كذي يقول حكي يريسي قرآن كي أقرنيان فقالوا وحي إلى هذه المركة أركيب مرحبا بك يمن عباس سؤالوين ونأزم بفوسونا في وان كفر حين إماتك على ابن عباس ما جاء بك محاكو كاني فقال وحي عبد الله بن عباس جئت واني منه وحديثكم إنا لدين شاكين وحن رضائنا نقصي وحن كذلك يعني بل فلا شاكا وضيئ لنؤر وحن كذلك سنوات فقال بعضه وحي لا تحدثوه ننكا يعني اسكحر وركيت اسكحر وهل لا شاكي سنين وقال بعض قارن وحيد هذا قول نسمع منك هذا اللي هو دقيتنا هنا لا واحد مقال واحد وناس الناس يكتبون وانقالنا هنا هذه كلام ندي بس وانكو دقيتنا هنا هذا فقال وحيد عبد الله بن عباس أخبروني إيشاك ما تنقمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم آية نبي أذيرك ويلك سمحاك يعني كن معذين أو كن خلافتين كجهر ماتين وزوج ابنتي جبتي تزوجك وأول من آمن به قف النبي الغرمية لنك أوري وحكو إجرتان إيساك علي بن عبد الله بوجهة نبي أذيرك ويلكيسا أبي طالب بعد ذلك هم آي بن عبد المطلب ونبي المادر بيهاي يعني جبتي سي فاطمة أنا هو قبيو فاطمة بنت رسول الله زوجك يدي يعني أول من آمن به قف النبي قف أوري واي ما هي لك سيد علي يا النبي قال إسكو قريبا يقص وقرينا والنبي قال أبوه يسمر كوردين سي عبد المطلب لأذيرك أبي طالب كفالة قال أبي سي شقيق آيان أبي هو يبغو لكن آدنا هو أجعلا مركا إسكو مالبا يقص وقرينا مركو النبي الرمين يعني يربو هاي وليبا آن كان قارب وهاتي العلي مركا نينك النبي الرمين نينك أبوه الرئيب وهاي نينك إنت أصوى فضيلة عليه وحاك يعني كن معذين وطو خلافتين كنور ما تين إيش هي وطو لبسان إيسا قالوا وحيدا ذي ننقم عليه وحانو كوكها نيء كن معني ثلاثة أمور صدح رفوض بانكونا وانك قتقني
قال وحري وما هي محي. قالوا وحي لازم أولها من دقور رئيسه أنه أتوا حكم الرجال ركبوا يعني حاكم كذلك في دين الله. إلهي الدين تيسيبه تحكيم لقلة تحكيم كونه مضى بنانا دين دي إلهي مضى يعني الله وكالن كرة آي قاسوا أمد. وثانيا أمد الله بقى. أنه قاتلوا والله قال عائشة عائشة بقى لقلة ومعاوية بقى لقلة ولم يأخذ قنائمة ولا سبايا من أسقني ميسنين يعني أدومنا موقف سنين حولنا موقف علنين دكنا موقف علنين دقال كان وحالنا ويادو دقال حقي هاي وإن وهي يعني مركب جشاد غنيمة كسوها شوي وهاي هي صبي. وثالثها مدة صدحان أنه محا عن نفسي نفسي سبو كتري لقب أمير المؤمنين بو نفسي سكتري مع أن المسلمين قد بايعوه وأمروه مسلمين تيولهم بايعوه وأمير كدك سي أيوه يعني مركو مجعي سقره علي بن أبي طالب وقره مركا مجعي أمير المؤمنين وسكتره صدح لها الرموت بانكو خلاف نبي. فقال وحي عبد الله بن عباس رئيسكم ولي شيء إن أسمعتكم هدان إذن مقشيون إذن شيء من كتاب الله إله كتاب في تحديث وحدثتكم هدان إذن شيء من حديث رسول الله ما لا تنكرون وحينا إن كده إنه إذنكم أتقانان أفترجعون ما كسر الله من إنسان عما أنتم فيه صدح لا أرموا هذان إذا كنتم عليه وآية القرآن هي حديث عن الدين شيء ما كسر الله من إنسان واحد سوون ذي قالوا حيرا نعم وصل الله من إنسان هذا أصلين كنا دليل نجسيسه وآية هي حديث نجسيسه وصل الله من إنسان قال وحير أما قولكم قول كيني أترادين إنه أصل حكم الرجال رجبوا يعني حاكم كده في دين الله فالله إلهي سبحانه وتعالى يقول وحليه يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم يا أيها الذين آمنوا كو إلهي النبي الرميو لا تقتلوا الصيد أغادها الليننا وأغارثننا والحال أنتم حرم أذنكم محرمين هو يعني عمل حرم ذو حج أم عمرك جلو ومن قتله منك يدلوه ومنكم أذنك إذن كم إذا متعمدا كثنا أدلوه فجزاء كركي سوحاء هذا الجزء مثل ما قتل من معه وقعد أدلي مثل كذي أحوالي عن عمولي وقالي إيا الله دي أرقي وقعد أسيدا يعني وحي مثل أطها يؤدي كنتو أيا دشي سؤال لقرب يحكم به وحا حكمنا يذواء عدلنا ومنكم وقعد أدلي نوعية فربنا انتهي نوع أي أدغنتون وغادان مجيل بها لقابلنا يا ملوء بها لقابلنا يا يعني معاري بها لقابلنا يا وحا أي أدغنتون يعني الناس قالت وسوى يقولون انت يعني قيل اللي مدهين انت أنا الله ذي اللي مدهين لمدهين سيئ اللي يلي يحكم به دواء عدل منكم وحا حكمنا يا للا عادل وإذنك إذن كمل المؤمنين إذن كمل لهم يا حكمنا ولبا هدو سيئ مثل يلوه وقال هذه هذه صدح لي أدوية ومد مثل أولي يعني والله قيمة قيمي ساسنا يعني يعني سلوك لوحا قيمين أيو يعني ضدبا قيمة لو أنه عادلين قيمين مركا آياتات أخرى مركا سوحوا يري أنشدكم الله إلهي بارين قارين أياه أفحكم الرجال رجع حكم انتوضا في حقن دمائهم بيقول إني بدباليان إيه وأنفسه نفطه إيه بدباليان إني حكمان إيه وصلاح ذات بينهم دحلوا إني وناكر راديان مياه حق وحق نمبلا أم حكمهم حكم كون مياه حق نمبلا في أرنب بكيلة ثمنها الربع درها بالوي وقعد اللي شيء يا بكيلة كم ذه بكيلة يعني قيمه سوى يا ربع درها شل يعني سل الذهب وأفر من الله دي مال قيمه سوى يا إني حكميان رجي إلهي باشيغي تحكيم كاشيغي متاسا حقني مبلن مثل دي قوة إيه نفطه ده إليه بدبادي أنا دحده ده نصلاح كرها ديان بحقني مبلن تحكيم كوكا إلهي باشاكي فقالوا وحيرا ديان بل في حقن دماء المسلمين وصلاح ذات بينهم بحقني مبلن رجع هديبا يعني مؤمنين تامر بادي تحكيم قديدة كوبرنان ده إلهي أوشاكي تحكيم كاس إلا قلوحة وخير بلن إن ديك مسلمين تلقوا باشي نحن ده نصلاح اللي وراجي قال وحيري فقال وحيري أخرجنا من هذه تم كبحنا مثل هذا لما كقنا علينا قالوا وحيري هذا اللهم نعمها تحكيم كورتا وانققنا علينا حيلا آيات قرآن أبوكي أنت إنه تحكيم كبنائي قال وحيري وأما قولكم قولكي إن عليا علي
قاتله دغالمي او ولم يعني يفدي وحضن موسى يعني قفالا كما صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله مرته دغالها قالوا قد كان موسى قبل انجيل صبي من نقجل ذلك يعني لقفالا جري وركاز الله ادون سنجد يسيد النبي وقفاته يعني محفظة يعني سوء مثل قفالنا لدي مدح ولينا ما قال لي آخرانين أفكنتم أذنكم تريدون موحدون إذن أن تسبقنا قفالتان أمكم ويدين عائشة 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 تقالك إلا كشادة على حق ما هين والله تقال لنا سوما وكورتك مركا لكن مركي وقال أصحاب تهدي لقى قالك نقضي أيضنا ترتيب الله سوء قالي وبرك يجب أن نقول لي وقالي هو يدين حفظية واحترام لي ارتقى يسار جبرك الله بقول جوي لونك بودع قاسي مركه هذا من سوق أصلا هذا هذين كان اللي ويدين ياي هو يدين عايش هذا ما قفال ليس أنا تدري اللي زي هذا وتصح لونها ما بنيتني كان كما تصح له سوايا أدم بالله قد تها وين كل سوق أصلا دعاء سوال أدم سداي هو يدين عايش هذا ما أدم سنيدا فإن قلت هذا ترى نعم ها وأدم سنينا فقد كفرت وفرت وكفرت وقالوا وإن قلت بعدات الإعلان إنها أيد ليست بأمكم هو ينهما هنا كفرتم أيضا هذا هو قالوا فالله سبحانه وتعالى يقول إلهي وحليه النبي النبي أولاد المؤمنين مؤمنين وأوليتي وحق لمبنية من أنفسهم نفطر وأزواجها وإن كيسون أمهاتهم هو يالكدو فاختاروا لأنفسكم نبتي نؤذر تماشيت واحدا ذات وأن قفالنا أو قالما يو ينهما أو قالما مدو دار نبتي نمدو دار ثم قالوا وحي إذا خرجنا من هذه تمام كبحنا أيضا قالوا وحي إذا اللهم نعم طابنا وكبحنا قالوا وحي إذا وأما قولكم قولك إني إن عليا علي قد محاوتر عن نفسي نفسي لقب إمرة المؤمنين مقعاته يعني أمير المؤمنين كم مقعي سكتر آترازين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وقته طلبه طلب من المشركين قال له كذلب يوم الحديبية أن يكتبوا إلى القرآن في صلح صلح إلى القرآن يشيزك الذين عقده معهم قلنا قل لك لي يشيزك قل لك لي محوقري هذا ما قضى عليه محمد رسول الله هذا كم سيد علي بأمرك قرأي وقرأ قلنا هذا كم ما قضى عليه محمد محمد وكله شيء وهي رسول الله قالوا حيدا ذن لو كنا هدان ما يؤمنك ورما يسر أنك رسول الله رسولك إلهي ناتاي ما سددناك عن البيت بيت كما لديدين وعمره النبي أسعده اللي لديدين عمره سند اللباد وكين عمرة القضاء بالإله سند اللي حاله هجرنا به الحليبية دعضيه صلح الحليبية سند التضباد والنبي عمره عمرة القضاء بالله ونجل وكوي أديدين مركا هدان الرميسان ما هنا الرسول كي إلهي تاي معنى ما سددناك عن البيت بيت كما لديدين ولا قاتلنا فكمان كلمان دقالنا لكن كما الرميسانين هنا الرسول إلهي ولكن اكتب قر محمد بن عبد الله اساسا انا وكون قناه قر فنزل مبغو تنزل بوسمي عند طلبه طلب قوله بوسمي والحال هو النبي يقول اليه والله بان كدارت اني لرسول الله باناي وان كذبتموني اذنك ابي بينتان نبغو مركه هو تنزل او مخو يري سيد علي هو كو يري كثر رسول الله اذا كثر محمد بن عبد الله قر سيد علي بقر هو يري أي إلهي بان كنت دارتي مقعا إنا نترين أي محمد رسول الله مكر أي برانو مركز ملو يتوسي أنا ترى أي إتوسي ملو يعني أمي بها لا يفتو ولا يكرس وما إتوسي بير مركز أنا ترى أي أو وتوسي مركز ملو أفقى ترى رسول الله مركز محمد بن عبد الله الوقر مركز النبي محمد عليه السلام مركز قال لي وشيس لقى لي حدو الرسول لماذا مقعي سيكتر محمد بن عبد الله الوقر سيد علي ونين مؤمن ومؤمنين تكملا حتى المسلمين توشيد كجاريا أمير المؤمنين إنه مقعي سكتر محي تاي محي دي باقصر محي دي باقصر يعني محمد بابا مقعي سيتلاي رسول الله يتري فهل خرجنا من هذه كما مكقنا علينا ومكبحنا له فقالوا وحي لازين اللهم نعم سدح لي ووادقا نعيس وكان من ثمرة هذا اللقاء لكل انكاس خوارجة ولكل ما عبد الله بن عباس فإذا ذهب وحي نقطي هي وما أنهره وحي أذهر به عبد الله بن عباس ومن حكمة بالغة
حكمة بالغة هي وحجة دامغة حجلات يعني دامغة أوه يعني وعيالي أي وتين استسير وطنبا يعني ترتريته أن عاد منهم إني وكثر الله في 20,000 لباكم كم باطون قط إلى صفوف علي كسر الله وأسر وحاد دائمي وفرار كفسي دقاب كيري 4,000 على خصومتهم دو دودي اللو أي لدو دي ينسي العلي عنادا إيا وإعرابا عن الحق أفري لباتنكم بيانا لباتنكم باطن الله مركي أوقن إيه عبد الله بن عباس الله دو أفركم كليا ماشي كهرتيو مرحبا مركي حكمتي سيئة فصاحتي سبير عجب لماذا دوا وقد سلك الفتاة نكي دل يردها وقع لعبد الله بن عباس إلى العلم علم وحقوقا في كل سبيل وتكس أوقات وبذل ودي بيء من أجل تحصيله علم رسول كهل لها كل جهد جهد أو من يدلال رب أمره فقد ظل وحقوق هذا ينهل متك عبيء من معين رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش النبي أيك عبيء إيش النبي ونبي مرتب النولا إل يعني علمها كبر قنية دوما إيش النبي أيك عبيء ما امتدت به الحياة نبي أنتم الله فلما لحق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بجوار ربه ربه مركو يعني وجوار كي سوء أذي أودن في اتجه وحوق عبدالي عبد الله بن عباس إلى البقية الباقية أصحاب في باقية صوهر في ومن علماء صحاب والنفقه في البدق ليأخذ منه منك قادمي ويتوقع عنهم حق وضعه كلف الميعلم حدث عن نفسي سيبو كشيكي قال وحويل كان وهو هذا إذا بلغ الحديث حديثة إسوغا عند الرجل ومن صحابة رسول الله كمزة صلى الله عليه وسلم من كانت إياه يعني حديث بو يقعنا أما حديث قاره شاقيها دين لك بغضة أتيت باب بيتي قولي سأل باب كيسان تقيا في وقت قيلولة مركة مالك وقيلو سمي وهرقل يو مركة مالك اللي هرقل بريها الله قال وما إنسان صوبق وما الباب كيسا فريسا مياه وتوسط وامبركنا يا ردائي قوي عند عتبة داري قولي سأل باب كيسان كبركنا يا هل كأبرنانك إريد قراء أيان قوي إنسان ملحة كيسان كبركنا يا فيسي علي وحائق ضمني الريح ضبيسي من التراب عرض ما يسري وحو يعني فرنني ما إذا أبرنان كانت كجيبا مركاسي ضبيسي وقول ضمني مركاسي عرض ملحة يغسو بيسا ولو شيتو هدان دونه أن أستأذن عليه إن أنك إذا ضلبنا الأذن اللي هو إذن الله حتى هذا يقول وقت أبو قولا إن أنك صغر عاني هذا هو عبد الله بن عباس أتلو آدي جعله إوينين يا أبو الباب كي يغفر لها وإنما كنت أفعل ذلك أرنت أسان سبيني اللي أضيب نفسه ننك أن دوني إنا وحكبر فإن نفسي ستطيب كدقوا ننك أن وحكبر يعني حرمين يا أن تعليمين يا علمين أن تعليمين فإذا خرج منك صباح من بيتي قريدة رآني وأركي على هذه الحال مثلا يريد ثاني وجيفه وقوي بركلا وضبيش ما انتو رنبو دمانيس وقال وحو لي مركز يا ابن عم رسول الله رسولك الهي اذيرك يميل كيسيه ما جاء بك محاكو كان هلا ارسلت الي فاسيك محاك اذيك يميسو دري ويلي انا برقا بقوان من الله هاي لي اهل بيتك النبي عليه الصلاة والسلام اصحاب فاسم اقرام جرين وتعليم جرين محاك قف يميسو دري ويلي انا برقا بقوان من الله بل هذا كمد محاذي يمسوا قرائي ويالبانكم على هذا أوسي حتى فأقول وحان لها أنا أحب بالمجيء إليك أنا أكحق لما بدنين أنكو إمام فالعلم علمه يؤتى ولا يأتي علم قوالوه ماذا يأتي ومن يماذا فالعلم يؤتى ولا يأتي علم قوالوه تقى إنا دون نتال دون يا علمك وماذا تقوطك سيه ماذا هذا إنا كسك تماها يا ثم أسأله عن الحديث ما كان حديثك ورسنك تاسو علماء تعليمنا يا أداب في علمك تاسو قد ذلك يا عبد الله بن عباس نفسي سوى حد لا ينجري إنه علمك سوى كبر الله وكما كان ابن عباس عبد الله بن عباس إذا يذل نفسه ونفسي سوى حد لا ينجري في طلب العلم علمك طلب كيف فقد كان وحوها يعلم مدويني من قدر العلماء علماء رسام بؤوين ينجري نفسي ساسك وحوها يعني للمسكين هو أدونا عمل بسكتك يجري مكا وعبر شرك جلو نفسي سوى علم يؤد ليلي ما هي علم هذا بحوضة يعني شرف أي وحبة أدبها ذي بيسو علم برمي يا هاي الحر العلم هاي مرحبا علم يعني حرب دقال باكدح للفتى المتعالي
نن دل يروح حوجا إسكوري ليه وشرف رادين يي علمه تقال بابا كده حيو كسيل حرب للمكان العالي ذاتك مرفوس عوض ما يدل عده تاج ذاتك سيد الليل مقبول كرا ما يبيه إلى أول تكب بطان موجي ما يبيه مقبول كرا ساسو كلا حدا حوجا إذا رويلين فوجيرو يعني علم ساسو كلا يعني سام بقول تقال ما كنا مسبك وقلا علم يا علم وحر وين أطول كسرك إن أطول كسرك يكاد دون يوم يا البيت النبي عليه الصلاة والسلام يعني إنك النبي يود عيسى هاي مرق النبي يدوينا يبا علم فرب غنى ومتن أنفع يبا والنبي أوجدته جي أيا نبتي تساو يود لينجر علم غينو جارو شنو كلا علماء غنى آدب يعني وإكرام جري فها هو ذا زيد بن ثابت كان هو زيد بن ثابت إنك لو رينجر غير أنصار كاتب الوحي وحي لقر جري كاتب رسول يعني وحي رسول الله بلقر جري يعني كاتب الوحي لرسول الله وحي النبي أقر جري زيد بن ثابت والرأس أهل المدينة مدينة دكتور مرحبه كجري في القضاء والفقه والقراءة والفرائض علماء المدينة جوكا رجع أبوه الرأي كجري حق حكم كمركي لنزيه هي فقه فهم الدين تلفهم سيئة قراءة القرآن هي فرائضه أفرضكم زيد إنك اللي يروى فرائشة يهم وحوضه ونينك عبر ركوب دابة يعني إنه قاديد كي سفول دابة إنه فول فيقف الفتاة ويلك دلن يرضى الهاشمي وريه هاشم وريه بن هاشم لون نسبه وإستاغيه عبد الله بن عباس بين يديه زيد بن ثابت ورتي سو إستاغي وقفة العبد أضونك سو إستاغوك لبين يديه مولاه أضونك للي يهي منك سيد كيسو بحاية سيد وور استاغوك لدابده وقود دياريوك لتاسوك الوور داي ويمسك له الركابه دابده يعني انتو اقفتيه وهدنا كوريه سلا اوهيا انتو فوله معنى سا اوهينيا ويأخذ بزمام دابده دابده وقان كيزمه هيا يعني وزيد بن ثابت حرمين وحرمين واحترامه ايو دابده هيا يعني كوريه نلعبه هيا سي افوله فقال له زيد باوحويري دع عنك اسكد ابو دابدنا الكسيدا يمنع عم رسول الله رسولك الهي اذيرتي ويلكيسيو فقال ابن عباس وحيري هكذا امرنا ان نفعل بعلمائنا ساسانا لامري ودين تيلو نبو امري فانا علمائنا يعني انا كفرنا اون اوينينا واي فقال له زيد با وحيري ارني يدك قعنت هذا باليدي بي فاخرج له ابن عباس يده عبد الله بن عباس قعنتي في اسوديه فمال عليها أتوى دابد سارم أن يصاء فرصة وقبلها وابن كذي وقال وحي لزيد بن ثابت هكذا أمرنا أنك نوحانا لو أمري أن نفعل بأهل بيت نبينا نبي أنك أهل بيت كيسا ساسنا نعترامنا أن الأمر يوحى يا ما شاء الله أصحاب الرسول الله وهي واحدة يعني سحر مين يسوح احترام يسوى صلى الله عليه وسلم ساسا يا هاين ومدن كوه لخير كبضنا ساسا يسو تعليمي جرينه يسو حرمين جرينه يسو قدر جرينه يا معناتا أمد الدباسونا كل عذا وحيثها يعني يعني اتقدرينتي يا حرمدي بالله قال نتك متك أوي يربع وحدوني نتك وويناي أغياسة هاي إسلامي ملو كدو قوي يدك علمدا هاي وويناي دينتا يعني وحبدا يعني كجري أيو ربائيو كتو متوقع هرمر يدوني يوم ما شاء الله احترام درده واحد ناشا مدكتيوه يا مرحبا نحرست إلهي بأمده ولا يعني هذا يتقدريان يعني ويتحرميان علم النفع يا لنا يا علم عن الفلك يسال يا دين لقدري دينته قف كان واحد وقدرين يسوى دينته وحكى لما هذا قف كان احترامته الحرمي دينته كو قدرين مركا هذا دينته قدرين الدين كان إلهي نفع يا لنا وعمل بعد يا لنا علم لا وعمل بو يا لنا إلهي بقوا أنفعي وقد دعب ابن عباس ابن عباس هو دائمي على طلب العلم علم يعني طلب في سواي حتى بلغ فيه إلى وكجاري مبلغا مال بوكجاري أذهش الفحولة رجي ووينا علم كحل نرى إلى قوار أنا وعلم الله يعلم فقال فيه وحير عبد الله بن عباس مسروق ابن الأجدع منك ليلا أحد كبار التابعين تابعين الرجل ووينها مسروق كنت وحان هذا إذا رأيت ابن عباس مركان أرسل قلت وحان أرنا يا أجمل الناس ذكر منك وقرح بدوه فإذا نطق مركو هذا قلت وحانيه أفصح الناس وحكفت يا حبذن بالله عنك ماي فإذا تحدث مركو ساكين يقلت وحان أرني أعلم الناس ذاتك أنك وحك يا ذاتك وعلمي بذن ماي ولما اكتمال مركي أكا من لغتي لابن عباس ما طمح إليه وحي وهم قلتاقي آد أجعله
أو من العلم علمك أقول سرمرك وكجار علمك كحوله وحوله إلى معلم معلم يعلم الناس ذلك وحبر يوم فأصبح بيت القرجيس وحول نقضي جامعة للمسلمين مسلمين تو جامعة النقض قرجيس جامعة لقته تخرجه لقته وبحى يوم المسلمين تو نعم أصبح وحول نقضي جامعة جامعة وبكل ما تعنيه هذه الكلمة في عصرنا الحديث معناها أن النقان أو أي كلنسنة هذه الكلمة كلمة أنه جامعة جامعة لفظي كان جامعة معاني معنى إله لها سوما يعني علوم أو إذن الباقو الرسان لك برطاء مركزة يعني علوم فربضاً بادكتو وحبال لك سو برطاء إنسا سو تقصوات بالغو قلا سوما معناها أي كلمة الحنبارسان تغيو إذن جامعة كلنستي وقرجيس لكه لك وقرجيسوها وكل ما بين جامعة ابن عباس يعني وجامعتنا من فرق لكن انتبه فرق وقد حيث جامعة عبد الله ابن عباس هي جامعة دين المانتا أنغانا وجامعة دين يا فرق وين با قد حيث هو أن يعني جامعات اليوم مانتا جامعات كان يحسد فيها وحلق أروريا عشرات الأساتذة يعني طبنان أستاذ بعد جيسة طبنان أستاذ يا دكتور دكتور يا دكتور يا جامعي يا جامعي يا جامعي بفرنك بعد جيسة وأحيانا المئات جامع ذا هو وين من ورك قاركود بقول الله بعد جيسة أما جامعة ابن عباس فقد قامت وين أستاذ في جامع ذا وحي كتاقني على أكناف أستاذ واحد هل أستاذك ليه جامع ذا كتاقني وانا جامعة كاملة وجامعة لنا ندوين له هو ابن عباس هو نفسه وابو عبد الله بن عباس جامعة ده وحي قتالين رواه حوري احد اصحابه عبد الله بن عباس اصحابه سيميت كم ذا قال وحوري لقد رأيت وحان اركيب من ابن عباس عبد الله بن عباس مجلسا مجلس لو ان جميع قريش قريش دمانت افتخرت بها بكفانته لكان لها مفخرة فان وقفنا لها هل مجلس عبد الله بن عباس ولا هاي أنا وأنا أركي هذي قريش ودم بكفانته كاسا فانو قفلنا لها قريش فلقد رأيت الناس تتكي وأنا أركي اجتمعوا أيها وكسوا أروري وفي طرق ودوينك المؤذية إلى بيت قريسة ودوينك قري عبد الله بن عباس وقال لي أيها ذكي اسكسوا أروري واسكو حديدي يا عبد الله بن عباس الله سعر حتى باقت بهم ودوينك باقالي واي وسدوها في وجوه الناس ويقريانه ودوينك وحال مدو يذكبا يذكبا قريانه يعني سوسع لما تأسه فدخلت عليه وانقصه قلي واخبرته وانقصه باحتشاد الناس دفئنا يسكح ذي على بابها الباب كي سدوبيه فقال وحيره ضع لي وضوءا يوه إذا قال إذ ياري فتوضعه ويسيسي وجلسه وفرسي وقال وحيره علم غير في ديون الله اخرج بحقه وقل لهم وحاضر يقول القرآن كألفات دي سؤون بين روانا ويديان حتى ملأوا البيت والحجرة قول الذي يكجرين يقول لهم ما بيجبئين فما سألوا ميت ويدين عن شيء إلا أخبرهم به وشيء وجوابيا وزادهم وقدريا مثل ما سألوا عنه وحي سؤالين إلا مذوك لو أكثر معنى كبدن وقدريا ثم قال لهم مثل أفسحوا طريقة وددوا وافعيا لإخوانك ولا لي إنك لبنانك تبن أبنائي فخرجوا ويبحيا ثم قال لي فخرجوا ويبحيا ثم قال لي وحبيري أخرج بحوا فقل وحذك هذا من أراد أنك دوني أن يسأل عن تفسير القرآن قرآن كتفسير كيسي وتأويله إنه سؤاله فليرسلها فوقه فخرجت وان بحي فقلت له وانو شاهد فدخلوا ويسوقل حتى ملأوا البيت والحجرة قل كي أكجر إيه قري ورنب إلهي بوحيين فما سألوا عن شيء إلا أخبرهم به وزادوا وزيادنا يا مثل ما سألوا عنه أو أكثر ثم قال له حولي أفسحوا طريقة وضدقوا وافعيا لإخوانكم ولا له نبنانكتون فخرجوا ويبحان ثم قال لي أخرج فقل وحاتر هذا من أراد أنك دوني أن يسأل إنه ويدي عن الحلال والحرام عن الحلال والحرام هي والفقه فقه فليدخلها سوقه فخرجت وان بحيه فقلت لهم فدخلوا ويسوقل حتى ملأوا البيت والحجرة إلى أي قرقي يقول كم بوحيه فما سألوا عن شيء إلا أخبرهم به
وما سؤالان إلا هو جوابيا وزادهم ونؤذيادي مثل وحي سؤالان إلا ماذا. ثم قال لهم أفسحوا طريقا وضدوا واسعيا لإخوانكم فخرجوا. ثم قال لي أخرج فقلوا حاتر هذا من أراد أن يسأل عن الفرائل فرائش نكي ويديني وما أشبهها وحي لم يدفل يدخل. فخرجت فقلت لهم فدخلوا حتى ملؤوا البيت والحجر فما سألوا عن شيء ليس سؤالا إلا أخبرهم به وهو جوابه وزادوا ملؤوا زيادي مثله. ثم قال لهم حويري أفضحوا طريقا لإخوانكم فخرجوا ولا لي نبنان كتبوا مبنية. ثم قال لي أخرج فقلوا حاتر هذا من أراد نكي دوني أن يسأل إنه سؤال عن العربية إيا والشعر إيا وقريب كلام العرب فليدخل صوقه. فدخلوا ويسوقنا حتى ملؤوا البيت إلى إبري بوحيان إلى والحجرة قلك أفديه. فما سألوا عن شيء إلا أخبرهم به وزاده مثله. قال وحي رذاوي الخبر ننتي ورني فلو أن قريشا قريش فخرج بذلك هدي كفان لكان ذلك لها فقرا. فأنت إنت أتوقفنا لها حيث لو أحد مجلس كافة وكلا علمك إنت ألاقي أمدي وطنع يسوط فيه يعني قفا يكتع على وائري هايو. لا وكأن ابن عباس عبد الله بن عباس وأباته رضي الله عنه رأى وحو أركي أيوة يعني وحو رأيي رأى وحو دوني رأيي أن يوزع العلوم علوم تئن وقيبية وقيبية على الأيام مالمه حتى لا يحدث على بابه مثل ذلك الزحام سأنا عريض قاسوك الأسؤول بعلم يومركا مالكا وحي كدن بيي مالمه بك العلامي أو فعل مال الهبلة وفن قاسا كهذا. فصار وحو هذا يجلس في الأسبوع الأسبوع بفريسنا يوما مالا لا يذكر فيه ألا شيء إلا تفسير تفسير موضي وحكا لله مالا مالا هبلو تفسير أبا الله صوت دورنا ويوما لا يذكر فيه إلا الفقه مالا الفقه وحانا إلا شاكين واي ويوما لا تذكر فيه إلا المغازي مالا سير كأيو يعني مغازي دي مبقوا قلدوا لاميه إبا لغا شاكين ويوما لا يذكر فيه إلا شعر مالنا جوايد عربات يعني كده وحلوقة قادنا يبس على جهد ليه يكلام كعربات. ويوم لا تذكر فيه إلا أيام العرب مالنا يعني عرب تاريخ هذه يتقال له هذه يوحك له أحبان وحك له شكاين مال. وما جلس إليه عالم من عالم ومي ما لقد ولي إلا خضع له وخضوع عيون عبد الله بن عمر. وما سأله سائل قد نوح ويدين يولي نوح ما ويدين إلا وجد عنده علما أكثر علمي بدون يوم بكه لياو عبد الله بن عباس. وقد قدى وحوء هذا ابن عباس بفضل علمه علم الإيساء إيا وفقه علم الإيساء فاضل كراية فرض بدناء إيا وفقه فقه الإيساء مستشارا بو هذا مدو لشور للخلافة الراشدة يعني خليفك هنوسنا على الرغم من حداثة سنه أسوى دأذي سيرتها أي لا تشنجر يسير عمر في عمر ولا تشنجر. فكان وحو هذا إذا عرض لعمر بن الخطاب أمر عمر بن الخطاب هذي أهل اتماد أو أمس واجهد معضلة مسألة أبج أو معضلة أو مشاكل هذي سوى واجهد دعاه ويرجري جلة الصحابة أصحاب الرجل وواوين ودعا معهم معه ويرد الى عبد الله بن عباس رجل واوين يعني مشيخة بدر رجل الأرجاء وياشي واوين بدر يكاقب قلي سابقين في إسلام كأهر مريا قونت لها يؤيري مرأة الله مركي مشكلة أرموين اعتمادوا وحو رجع قدر يا أوليري عبد الله بن عباس ويليرا وليرا. فإذا حضر مرأة الله مركو صوحا حاضر عبد الله بن عباس رفع منزلته ومنزلته سأيو كرو قال جري وأدنى مجلسه بدوين جري وقال له حقوق أرن جري بل في عمبو فريسين جري وددك وأوين حتى إكرامون إكرامين نبو أصيق إكرام جري حالي نين يعني أهلو أنا هو هاي وقون تاسا إلهي سي متك لها دي آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مركز حقولي وقال له حقولي يعني سي عمر بقى حقولي عبد الله بن عبد لقد أعضل علينا وحا يعني نوصل درية ونقايش كالكالي أمر أمر أنت له أدوه أدوسك ناسئي ولأمثالي أرنت أسئلا نوأتك أسئمانت يقوى الله متكع أذيك أدوسك ناسئي وإله النكاسيي ونقوه يتناول. وقد عطب والود قال لبي مرة في تقديمه له هرمانيته وهرمانيه إيه عبد الله بن عباس أمير المؤمنين وهرمانيه عمر بن الخطاب تعليم كوي كان وهرمانيه احترامك واحترامه إيه وجعله معاشه يخوضي ياشه وأوينه ولفر يسنه أيها الله قد قال لك ومعي بميل كارير كان محاضر نوضه ودابة للمال
odiyaashi badar oo odiyaashi waweynada taanta qaar kamid ah waxay yiraahdeen annagu weeyal yar yar waan qabnaa mana keenne wiilkaan maxaadan odiyaashi u soo dhex fadhiisaa marka وهو ما زال فتى كمون الدول المركعين من دليل رأيه فقال وحي عبد الله بن عبر سيد عمر أمير المؤمنين إنه فتى الكهول له لسان سهول وقلب عبو فمن دليل رأى يا من شعب هو يعني دليل رأى وي له لسان سهول وحولي عرب علم سؤال بضن يحق وقلب عقول هي قلبي يعني حفظ بضن أو حقرنا يوم يا مرحبا marka ay ku dagaalameen yaani yaani ku canaanteen wa akii ku imtixaanay maal maal ma kamid suratu yaani suratu al-fath ila jaab al-ma'naha da sheega wa akii orange akii lagu dheeqday abdullah ibn abbas fa sheegay madarkeed ay ya ajal rasulillah wa ajal ki nabiga umbaan anuu arkaa umaleenaya wa calaamada nabiga la tusay weeyo markii fathu fathi la helo fanu makalla furdo dadkana aad aragto ayuu diinta ilaahay jamaa jamaa u soo gelayo تصبيح إذا استغفارك يعني لا إمو يعني وعلامة أجل كافية بركاس يعني واد جودتي يعني وحل وصو دي بي رسالة دي أمانة دي واد جودتي بركاس وحكى الله ملايين ما يهانو تصير كان ساوما نو ملايين هيابو سن عمر إيه. على أن ابن عباس حين انصرف إلى الخاصة ليعلمهم ويفقههم لم ينسحق العامة عليه على أن ابن عباس مع أن ابن عباس حين وقته انصرف إلى الخاصة تتك خاصة أمرك مقابلة ليعلمهم إنه وحبر ويفقههم وفهم سيء مركز يعني دين كتبها وصاوا أخرين إيه تتك خاصة وهو أخرين إيه لم ينسى موسى هلمامين وحق العامة عليه تتك إذك عامده أيوة كتبها جايزين إن حقه هذا موسى هلمامين فكان وحو هذا يقعد لهم مجالس الوعد والتذكير مجالس ويقول يلجري عامده يعني وكو وعدين إيه وكو وعدين إيه فمن مواعيده مواعيد سوى حكمه قوله قول كيسي مخاطبا حال الله خطابا يا أصحاب الذنوب ذاتك الدنباب يا دنبي يا قرعي يا صاحب ذنبي لا تأمن عاقبة ذنبك لا تأمن هآمن وهكا آمن غنن عاقبة ذنبك ذنبك لا تأصمين ليس عربتي سدنبا يعقابك إيمانا وعلم أبو أن ما يتبع ذنب ذنبك وحر راعي أعظم من الذنب نفسه ذنبك أن أصمينيس وحابا كسي وين وحيالها توابع دي سؤوه الراعي فإن عدم استحيائك حشاد الآن تاذا ممن على يمينك وعلى شمالك هذا كحشونين ملائكة قربها كاثارا يعني رقيبي عتيد اللي إذا دي عمل كاثا قرر يمر ما أنك فاروقين حشاد الآن تاذا كحشونين وأنت تقترف الذنب أذي وذنبك قرنية لا يقل عن ذنب ذنبك كما يرى ذنبك أصمينيس وحوين وين حيث الله أنت ملائكة هذا كحشون إن إلهي كطال عنا إيه وأدم بك الأول يا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله آية وهو معهم إذ يبيتون من القول ما لا يرضى من القول ما إلهي وإن ضحكك قصة الكاغة ضحكك قصة الكاغة عند الذنب ذنبك أكدي سأت قصلش هذا الذنباب يذنبه كل عجر إيه معصيتي ما تقصلي وأنت لا تدري أدي وانقرني لما الله صانع بك إلهي وحقه قصة ما يدوم أعظم ويكسي وين فهم من الذنب ذنبك تاسع وكسي وين فحد الذنب كفر حسن تاين تقتل وإن فرحك فرح هذا بذنب ذنبك أكفر حيثه إذا ظفرت به مركز كبه ليسته أعظم من الذنب ذنبك ويكسي وين يعني عاوة تقاقضه ومركز ذنبك يسوه معسيه كبه قاقضه وان هشي مركز مركز يريد هذا الشيء فرح أكفر حيثه بذنبك كسي وين وإن حزنك مركت هذا على الذنب أدوم مركز إذا فاتك مركز كاتك أعظم من الذنب عاود هذا سيء مركز الجفته وكسر تقلوي أما واجب كبري أما أربى الله كبر لبوجوي وهم بس كانوا قل سما أذبا يعني وقوم مركز واحد العاو وقدر سما مركز المركز إذا بدم بيا سوين تكسيه وإن خوفك عبسنا هذا من الريح دبشة عبسنا إذا حركت سترك مركز يعني الباب كهذا أما أترك هذا إذا قاعدته وأنت ترتكب ذنبا ذنبك أذيك ودقاجنا يوم مع كونك لا يضرب فؤادك قلبك أقوى عرسيا وسجل إني من نظر الله إليك أعلم من الذنب ماشي أنت كسر مين يسي الله كسر مين يوم يا حوغا شنقر بعد مقشر قال أنه ددتك كسر قال كسر تكون محل يعني شنقر تأس محل أنت أتكر محيصه أذيك ودنبك سمين قلبك أغانا مرن أوسى نحينين أوسى كعب سنينين إلهي يعني في رنت إلهي وكفيرنا يا مهايلي ملأت إلهي أوقف بنا إذا مجرح كاسا بذنبك كثير يا صاحب الذنب ذنبي أنك أصاحبك هو أتدري
ما قرنا إذا ما كان ذنب أيوب عليه السلام نبي أيوب ذنبه سوحه أها متقانا حين ابتله الله عز وجل بجسده وماله نبي الله أيوب مرك إلهي أو انتحاري وجركي سنة يعني عذر نقول هذي مالكي سيئي أولادي سيئي إلكي سنة إلهي كتن بي ذنبه قلي أنه انتحاري ما قرنا إذا أنت لك أحوها إنما كان ذنبه وحوها أنه أتوه استعان به وحاك يعني ككالما ضلب مسكين وقف مسكين ليدفع عن الظلم ظلم ولا يدل منها يا إيكالما إذا فلم يعينه أمه سكالما أنت بس يسميه وإيه سوى واحد ذنبه وقال فمو نعين مركز أساء الله انتحاما هذا هو مركز أساء دروبته وهو إنه كبيرة أساء أكريه ووحو لإله يعني رالك أين كريه بكوه ولم يكن ابن عباس موسى هين من الذين كوا يقولون كو قولي ما لا يفعله كو علم أفق كشاله وأن كو عمل فلين موسى هين وينهو للناس ذاتك كنهين ولا ينتهون أيضا أن كهرين موسى هين وإنما كان وحوها صواما نهارا ما لنكره سومن أنجري قواما الليل نبين كده داعه تقمن أخبر عنه عبد الله بن ملايكة عبد الله بن ملايكة نكا لإله وحوي قال وحوي صحبت ابن عباس بن لصاحب رضي الله عنه من مكة فمكة نتكرعنا إلى المدينة فكنا وحانا إذا نزلنا منزل المركان ميل دقنه قام هو استاغي يا شطر الليل هبينك نسكي بتاقنانا والناس ضدكنا نيامنا يهودانا من شدة التعب سفر قصير لوصا صعد ما انتو دنيو البميل بقرعا ثلاثة سواح بابا يا الله اللي قلتك يا سوما مرأة المركة يدفو إزدادي أبو أسو استاغي يا دعو استاغي دالك سفر كأي صعد كمدري ما يوان يا محبة أي أقبان يعني شوقا إلى الله ولقائه به يعني وحنا يسوق حسوسني نوى آية ولقد رأيت وان أركيب إلى عبد الله بن ملاك نك إلى ذات الليلة هذين بان أركيب إلى عبد الله بن عبد يقرأ وسوى أغنية وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد آية ذا سكوع العلم وجاءت وحاتم سكرة الموت بالحق ذلك كاس ما كنت منه تحيد فظل وحوء هذا يكررها متكع العلمي وينشج أو حتى بلع عليه الفجر إلى أفجر كركي سكت الله أبين كي وردن آية ذا سبوع العلم أطعاف يعني يرقى ومن آية سلف كتابعين تي يعني إيمان كودة وحاكم لها آية قرآن على لقية نقول رعاه ودن كوع العلم يا أبي أبنى يا أطعاف تي سيدة سمينجد يرقى كلي ونا سناي تابعين وحسبنا بعد ذلك كله وحسبنا أمي يعني وحابا نوفي لنبور بعد ذلك كله أن علم إنا نقالنا أن عبد الله بن عباس كان إلوها من أجمل الناس ذاتك مثل وقرح بلنبوها جمالا وأصبحهم بها وجها منك ووجه قرحسا فما ذلك مزل يبكي إنو أويي في جوف الليل من خشية الله إلى عبسدي سينو لأويي حتى قدد الدمع يعني إلمت إلهي على ميسؤ ألهتون وشميتي خده اللوذي سببا الأسيلين لبدي دبنا شبنا لبدي دبنا شبنا قروحنا بدنا أيها لبدي تبنا درب إلا أنت أويا شو أويو يا شراك علينا أدمد يعني واحد مريض يعني كبتا لبدي إن دلوا أكله يعني يا لبدي هلك أقول لجريب علي عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه وقد بلغ ابن عباس وهو جار من مجد العلم علم شرفتي تغايته بقال ذلك أن خليفة المسلمين معاوية بن أبي سفيان معاوية بن أبي سفيان خرج وصبح ذات سنة سنة مبح حاجة نسق حجني وخرج عبد الله بن عباس نوبح حاجة أيضا سنة وحيد زرع عن عبد الله بن عباس ولم يكن له عبد الله بن عباس ومسكنا من سولة ولا إمارة ما ذحنم هي وحدة رجاء وحق دولته وكل يهمك فكان المعاوية وحاسونا ولسعد موكب جماعة من رجال دولته يعني دولتي وزرتي رقي يعني برلمان كجري ودولتي سا جماعة إذ البحرين هكسعد وكان لعبد الله بن عباسنا موكب يعني نعيه تسعد آت أفربدا يفوق كبضا وكفى يغنغون يا موكب الخليفة ومن الله بالعلم ذات علم عند البيض يا عمر ابن عباس عبد الله بن عباس والعمر سيئي 71 سنة تضبات يكوسا وقال ملأ أوبعي فيها في الدنيا دنيا علما وفهما وحكمة وتقا وكبحيه يعني عمرك هذا فجأة دنيا وكبحي علم أقام فهمي حكمة يتقوى فلما أتاه اليقين جيرد مركا أتمن صلى عليه وحكوت كذي محمد ابن حنفية محمد ابن حنفية
أيأكت كذول محمد بن علي بن أبي طالب عليه محمد بن حنفية نك عليه محمد بن علي بن أبي طالب هو أو يعني هو يزيد باللون نسبيه لا يا مرحبا مرحبا محمد بن حنفية الأورنجلو يا ويعني إسلامه ريبر حنيفة يا بشر ريبر حنيفة مرقى محمد بن حنفية ويا كتو كذي ويا محمد بن علي بن أبي طالب والبقية الباقية بكتو كذي يعني ومن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب الرسول كأنت باقي بكتو كذي وجلة التابعين تابعين ترقوا دي وهو ينابا كتو كذي ما لن تقول انت جابر بن عبد الله با وحول وحالي ابن عباس با انت مركاز وحول إنا لله وإنا إليه راجعون مات أعلم الناس وأحلم الناس ذلك أنك أو علم بدنا أو ندل قاد بدنا وعندما تقول من موت العالم موت العالم بلي أنك عالم أنك عالم كوحي قاني أقوانت لكي دمشديس عالم كو إذل وعندما تقول نين إسكت دمتاي ماها أنك عالم كبركو دمت يا أمدي وإذل يا محا يعني وحوين باكد دمي أمدي وإذل يا وفيما كانوا يوارون وترابه ما حالد أي دوبيين عبد الله بن عباس يعني عرض اللقر بيه سمعوا حي مغلين قاري أن قاري يغرو أغرمي يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي آية ذات لنا يا هذه من كراماته يا ولما وحل وريا وحد أشن برمودو أيا قليبا ليقفك انتو دق يربو كفن كيسي قليبا كفن كيسي بقليبا مركز على الفيرية والله من عرقوا الله من عرق يا أيتها النفس المطمئنة نفس المطمئنة له إيمانك له ارجعي نقو إلى ربك راضية حالاتها هذا الرالي مرضية وهذا لك راضية فادخلي قل في عبادي وادخلي جنتي رضي الله عنه وأرضاه.